استطاع المنتخب الوطني لرمي الجلة أن يحقق الفوز في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب الكامرون بملعب باري كونغو بالدائرة السابعة، فقد فاز أحفاد توماي بنتيجة كبيرة على ضيفهم منتخب الأسود غير المروضة الكامرونية، حيث قدم المنتخب التشادي الساو أداء مميزا في دفع دائرة الجلة وحقق التقدم في الجولة الأولى بإحرازه 13 نقطة مقابل نقطتين. ولم تتغير النتيجة كثيرا عن الجولة الأولى، فقد ضاعف المنتخب الكامروني نتيجته بإحراز نقطتين إضافيتين، فيما حافظ المنتخب التشادي على نقاطه 13 في الجولة الثانية. وفيما يتعلق برمي التحديد، شارك المنتخب الوطني بتسعة لاعبين تشاديين مقابل 12 لاعبا كامرونيا، وفي هذه المرة أيضا فاز المنتخب التشادي على نظيره الكامروني بثلاثة نقاط مقابل نقطة، وبهذه النتيجة ضمن المنتخب التشادي الفوز أمام ضيفه منتخب الأسود غير المروضة في مباراة ودية جمعت المنتخبين، علما بأن مباراة الودية حضرتها مديرة رياضة المستوى العالي ميماجي سولانج ممثلة لوزير الشباب والرياضة، إلى جانب وفد رياضي لمنتخب الكامرون لرمي الجلة.